لتسليط الضوء على الأزمة في اليمن واجتماع وزراء الخارجية العرب، معنا من مكة المكرمة الأكاديمي السعودية دكتور عبد الحفيظ محبوب. دكتور عبد الحفيظ، بداية مرحبا بك. لو بدأنا من اليمن دكتور، ما خلفية تصعيد ميليشيا الحوثي لاستهداف المملكة العربية السعودية بهذا الوقت؟ أهلا وسهلا بكم. لا الحقيقة أنا أعتقد بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، الحقيقة يعني حصل على دعم ومساندة من الولايات المتحدة. بعد يعني كانت هناك حقيقة مراوحة في طبعا في الولايات المتحدة حول يعني إنهاء الأزمة اليمنية عسكرية. الحقيقة هناك اندفاع شديد جدا من قبل دول الاتحاد بقيادة المملكة العربية السعودية، كما ذكر تقريركم الحقيقة كان التقرير رائع ومتميز. هناك تخشى إيران، هي تراقب الوضع انكتب في اليمن، هناك نذر كماسة عسكرية في الساحل الغربي لتحرير الحديدة ومنائها، خصوصا بعد تحرير ميدي في الشمال شمالا، وطبعا هناك قوات ضخمة وصلت لطارق صالح. طيب دكتور، كيف تسير الأمور في اليمن؟ يعني بالأمس أسقط التحالف العربي طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي. طبيعي أن يعني أعتقد أن هناك ضغط شديد جدا من التحالف، يعني هناك القوات الشرعية والتحالف قرب يعني كهوف عبد الملك الحوثي. الآن يعني هناك تحرك شديد جدا، يعني في أعتقد انتزاع الحديدة التي رفض الحوثيين يعني تدويلها يعني عبر الأمم المتحدة. الآن هي مسألة وقت لانتزاعها من الحوثيين. أعتقد إذا تم انتزاع الحديدة من الحوثيين، يعني خصوصا بعد انتزاع أو تحرير ميدي الرئة التي يتنفس بها الحوثيين، لأن كل التهريبات السابقة وتهريب الأسلحة، التدريبات من قبل إيران، كلها تتم عبر ميناء ميدي قبل أن يسيطر الحوثيين على ميناء الحديدة. طيب. ولذلك الآن هناك خشية من إيران الحقيقة أن الحوثيين بدأوا يعني في تداعي وانهيارات متتالية، وهي تنفخ خصوصا الايام الماضيه القريبه بعد زياره الامير محمد بن سلمان. هناك اسود. دكتور عبد الحفيظ، وزير الخارجيه السعودي قال لا استقرار في المنطقه في ظل التدخلات الايرانيه. من وجهه نظرك، ما الخيارات المتاحه للحد من النفوذ الايراني؟ هو حقيقه يعني تصريح وزير الخارجيه هو يبرر يعني الدور السعودي عبر التحالف الذي قادته المملكة العربية السعودية في اليمن ودعم الشرعية، بأنها هي تقوم ب يعني دفع التدخلات الإيرانية في المنطقة، وخصوصا في اليمن التي تهيمن على منطقة استراتيجية مهمة تمر منها التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب، وطبعا موانئ مهمة عدن. فلذلك المملكة العربية السعودية تثبت للعالم بأنها هي التي تقوم بالدور لحماية هذه المنطقة الاستراتيجية، وهي التي أيضا في هذا الوقت دكتور يعني بدأ الاجتماع التحضيري للقمة العربية باجتماع وزراء الخارجية العرب. ما المخرجات الممكنة للقمة في ظل أجواء التوتر في المنطقة؟ يعني أنا أعتقد مخرجات القمة يعني يبدو أن المملكة العربية السعودية تريد من مثل دولة العراق، لبنان، يعني تحاول أن تستعيد القرار الوطني أو القرار السيادي، وعدم تمكين هذه الميليشيات من يعني مساعدة إيران، لأن إيران حقيقة لم تتمكن من التدخل في المنطقة إلا عبر هذه الميليشيات، سواء في اليمن أو في سوريا أو في لبنان.
لكن يعني القمة هذه ستركز الحقيقة على يعني ما توقف. نشكرك شكرا جزيلا. وضحت الصورة. دكتور عبد الحفيظ محبوب الأكاديمي السعودي، كنت معنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.